بكل انتصار جنوبي يحققه المجلس الانتقالي تزداد الحرب العدوانية التي تستهدفه ضراوة وخبثا وتتخذ صورا وأشكالا متعددة. يمثل الإرهاب الأداة الأخطر والأقدر التي يستخدمها أعداء الجنوب في استهدافه عبر تحريك الجماعات الإرهابية الموالية لقوى الاحتلال لتنفيذ عمليات تستهدف قيادات وجنودا وتعمل على إقلاق الأمن والاستقرار. هذه الأداة النشطة تمتلكها حصريا جماعتا الإخوان والحوثي وتنفذها على الأرض الجنوبية تنظيمات تابعة لهما كالقاعدة وداعش وأنصار الشريعة، وهدفها إرباك النضال الجنوبي باتجاه طرد ما تبقى من عناصر الاحتلال من الجنوب وتأمين أراضيه. العمليات العسكرية المباشرة بدورها تعد واحدة من أدوات استهداف الجنوب، ومن خلالها تحاول ميليشيا الحوثي عبر الدفع بتعزيزات ضخمة ومتواصلة تحقيق اختراقات في جبهات جنوبية، وهذا ما لم يتحقق لها. من جهتها تصر القوات الموالية للإخوان في وادي حضرموت ومحافظة المهرة وضمن حربها العسكرية على الجنوب على تعزيز تواجدها، وترفض الاستجابة للمطالب الشعبية بخروجها إلى الجبهات في مواجهة الحوثي وفقا لاتفاق الرياض، بل وتعمل على التصعيد في عملياتها القمعية ضد المواطنين. الحرب الإعلامية هي الأخرى لم تغب عن حسابات القوى اليمنية المعادية للجنوب، فكلما استشعرت دنو رحيلها كثفت من حملاتها الإعلامية باستخدام شبكة إعلامية واسعة تبث من عدد من العواصم، وأكثرها نشاطا وخبثا هي قنوات إخوان اليمن الموجودة في تركيا والمسنودة من قنوات الحوثي في صنعاء وبيروت، وكذا قنوات التنظيم الدولي للإخوان كالجزيرة والعربي والقنوات التركية. لم تكتف القوى اليمنية باستخدام أشكال الحرب المألوفة لاستهداف الجنوب، فابتكرت حربا جديدة هدفها تمزيق النسيج الجنوبي من خلال تكريس خطاب إعلامي هدفه زرع الفرقة والشتات وإذكاء الصراعات بالتزامن مع دفع عناصر موالية لصنعاء لرفع شعارات ومطالب تتناقض مع مطالب وتطلعات الشعب الجنوبي، كما هو حالها في محافظة حضرموت. حرب مفتوحة تستهدف الجنوب من أطراف وقوى مختلفة في الرؤى والتوجهات، لكنها تلتقي في هدف إبقائه تحت الاحتلال والهيمنة اليمنية. وعلى الرغم من ضراوة هذه الحرب، فإن شعب الجنوب وقواته المسلحة الباسلة أبدى وما زال صلابة وقوة أحبطت كل حملات ومخططات وأهداف القوى اليمنية، وتمكنت من هزيمتها سياسيا وعسكريا وإعلامية. صقور الجنوب.